مشاهدي قناة الشام، قناة شفت فيها، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، اليوم عامر هادشي اللي غادي تسمعوا قال لكم غادي يحبس. عامر باه مات من بعد مرور واحد الشهور كيتفاجأ أن باه ميت ومسيني وثيقة، وسيناها في القبر وسيناها في الروضة. واش باه عاد من الموت؟ الله أعلم. سي عامر، أش وقع للوالد ديالك أخويا العزيز؟ السلام عليكم، معكم عامر دريس. كنشكر جميع الصحافه وكنعاود نشكر شوف تي في. بالنسبه لهذا المشكل ديال هذا العقار، اللي كندوي فيه هذا المشكل سنين دابا حنا كنجريو فيه. ما هو المشكل؟ هو الوالد ديالي توفى في 1981 18 و28 12 81 جاو الاوراق، ما فهمتش كيفاش. قال لك حق العدول، قال لك ملي بدا يكتب قال لك تاخر تحرير احضار المستندات. انت علاش حطيتي السيلو بلا ما يكونوا الاوراق في يدك؟ علاش؟ واخا خويا عامر ما خرجش قرب نخسر. امتى عامر؟ امتى مات الوالد ديالك؟ 1981 18 12 و28 12 81 جاو الاوراق، 10 ايام جاو الاوراق، السيد ميت ب 10 ايام جاو الاوراق. فين كان باك؟ كان في الروضه ديك الساعات. والوراق شكون جابهم؟ جابهم الفاكتور. ولا با ما ميتش، وقال لك شهاده الوفاه مزوره. حاولت تواصل مع الناس المسؤولين باش تعرف فين كاين بعض الناس. كاين بعض الناس اللي هما اللي خالقين المشاكل، حنا ما بقاوش نكذبوا على شي حاجه. كاين بعض الناس هما اللي خالقين المشاكل ديالنا حنا، فهمتي ولا لا؟ كاين بعض الناس هما اللي خالقين المشاكل. لا كون كان القانون غيطبق القانون دغيا، عندنا 10 ديال الدقائق لا عندو شي ورقه غيجيبها ولا ما عندوش خصو يدخل الحبس. ولكن علاش؟ حيت هما عندهم عصابه ديالهم، ما عندهم الناس اللي كيحميوهم. لكن كيفاش اخويا عامر دابا انت كتقول شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل؟ واحد ميت جايب الاوراق وحي، وانت كتقول ان عندكم شهاده الوفاه وعندكم ورقه ديال الدفن وعندكم كل شيء، كيفاش ما ماتش السيد هو ميت؟ راه عقلي حبس. انا عامر خويا راه المغرب هذا اي حاجه توقع في هذه البلاد هذه، سمعتيني ولا لا؟ اي حاجه توقع في هذه البلاد، حنا ما كندويش حنا بشي حاجه مضرقه. كندوي معاك كنقول لك 1981 18 12 و28 12 81 جاو الاوراق. ما دخلاتش في دماغك؟ عندي الاوراق، عندي شهاده الوفاه، عندنا اي وثيقه طلبتي كاينه. وباش تجيو الاوراق ويبقاو مخزونين عام وما يزيد عليها، عاد يتحر العقد. مع من حررتي العقد؟ شكون اللي جاب الاوراق؟ حاولت تواصل مع الكاتب العمومي او العضو اللي حرر العقد هذا؟ باش غنتواصل معاه؟ باش تعرف كيفاش القضيه جات؟ انا كاين سيد وكيل العام خصني تواصل معاه، ماشي انا. فهمتي ولا لا؟ كاين وكيل العام، خصي وكيل العام هو اللي خصي يستدعي، ماشي انا. حيت هو بالنسبه للعدولات كيتحكم فيهم وكيل العام ماشي انا. راه هما اللي خاصهم يتسنطوا لي، ولكن هذا عنده شي واحد مكالي لي. بالعربيه عنده شي واحد مكالي لي. دابا المشكل اللي خطير شنو هو؟ بغينا نعرفوا. العقد مكتوبه فيه تاخر تحرير احضار المستندات. وكيفاش انا كنتفاجئ في المذكره الجيب اللي فاش جبتها لقينا ما فيها لا توقيع لا بالسينو لا حتى شي حاجه. دونك بغينا نعرفوا شكون هذا الشخص اللي جاب الاوراق. الا كان القانون، الا كيقولوا كاين القانون، راه القانون هو هذا. تاخر تحرير احضار المستندات، اي خويا دوك المستندات شكون اللي جابهم في الاخر؟ عامر قلتي لي ان اقرب الناس ليك ولاو كيحاربوك. كتحاربني عصابه، ماشي اقرب ناس ولا شي وعصابه. دابا كنتحارب معانا، ما كنتحاربش انا مع واحد. شكون هما العصابه اخويا عامر؟ عصابه بعد الناس ديال صحاب التليفونات. هاد الناس ما عندهمش الاوراق وكياخذوا الاحكام. انا كنتحمل المسؤوليه، هاد الشيء كان قبل ماشي ديال دابا. انا كنقولها، وهذاك الظالم اللي كان صيفطني للحبس حتى هو راه مشى للحبس. فكتبقى شوف انا كامل الثقه في القضاء المغربي اخويا عامر، انا كامل الثقه يعني في المحكمه ديال مدينه المحمديه اللي فيها ناس نزهاء اللي غياخذوا لك الحق ديالك. خويا عامر، هاد الناس اللي قلت لي ان شي واحد من العائله ديالك اتهمتي بشي حوايج، لقى شي دار لك شي حوايج، اش دار لك هاد السيد هذا اخويا عامر؟ هاد السيد هذا هو اللي باقي كنتحارب معاه. حيت هاد السيد اللي كدوي معاه كيقول لك انا الحق ديال مي، مك شريت، مك راه نصابه. مك نصابه. لا هي لا عمتي لا عمي، قولي اش داو معاهم؟ كلهم ماتوا موتة خايبة، ما كاينش فيهم اللي يتمتع في هذيك الأرض. والحمد لله حنا راه بخير بخير، خاصنا حتى خير الحمد لله. غير باش نقربوا الناس والمشاهدين كثر أخويا عامر، قلتي الوالد ديالك مات في 1982 81 81 18 12 18 12 آه. ومن بعد اش وقع قلتي لي؟ من بعد قادوا شغلهم، قال لك جاب الأوراق
بقالوا راك مخزونين عام ونص عاد كيحروا في العقد. هذا العقد محرر بإلى دار، شنو هو التاريخ اللي محرر بهذا العقد هذا خويا؟ 1982 22/1 تحرر العقد 22/1/82 واخا حنا نقول لنفس الاب ديالك مات نورمالمون خاص الوالد حتى يجي يحرر العقد هذا. الوالد انتم العقد شكون اللي محرر؟ واش مسيني بالعقد بسميتك؟ واش مسينيش وما فيه لا سينياتور ما فيه لا بالسيل ولا بالبصمه، ما مسينيش كندوي معاك انا ورا ما مسينيش وتا لا كارتا سونال ما كايناش عندي انا، ديري لي رقم 201 راه عصابه ديال المزورين اصاحبي. يعني شرا كارتا سونال تزورات؟ ما داروش لي لا كارتا سونال ديالو. ديال من داروا؟ داروا رقم 201 من جابوه الله اعلم. الرقم ديال لا كارتا سونال حتى هو مزور كلشي مزور. ما كاينش عندهم لا كارت، لا كارت عندي انا. واش الناس ما كيخافوش الله يا عامر؟ ماشي ما كيخافوش الله. راه عندهم ناس ديالهم اللي كيحميهم. راه التليفون اللي خدام اصاحبي، ها اللي خرج لينا على البلاد هو هذا، هو هذا التليفون اصاحبي هواه. مكالمة كنتلاقى معاك في ريستوران نتقهوى انا وياك نغيز معاك الله يعاوننا ويعاونك. واش كتحمل المسؤولية في الهضرة اللي كتقولها عامر؟ كنتحمل المسؤولية وما كنخاف حتى واحد، كنخاف من اللي خالقني، الله اللي خالقني كنخاف منه، الله يخلينا سيدنا، الله يطول لنا عمره، حرية التعبير. الرسالة ديالك للناس المسؤولين اخويا عامر اللي كانوا كيشوفوك دابا اش بغيت تقول لهم اخويا العزيز؟ أنا الفيلم ديالي باش غيسالي عندي الثقة في السيدة الوكيلة. عندي الثقة في السيدة الوكيلة والسيد وكيل العام، هاد الناس اللي دخلوا لي في الملف ديالي سال الفيلم، هذيك العصابة غتمشي للحبس. حيت ديك العصابة دوك اللي مكالين عليهم ما غيقدوش يجيو عند الوكيلة وما يقدوش يمشيو عند وكيل العام. غنجيك من الاخر انا. السيد اللي من عائلتك اش كيجيك السيد هذا اخويا؟ خويا ما تجيبش هي السمية ديك الكلمة ديال العائلة، هذاك نصاب. اما كنخافش انا نصاب هذاك. حنا كيف كنقولوا الحم اللي كيخناس كيهزو هما ليها. ما يهزنيش اش شريف، كاينة 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 لومبيلونس ديال الدولة تهزني. اش غيهزني هذاك؟ هذاك راه ماشي يهزني راه حشني هذاك. ها هو يلاه ما تخو ما تعازينا لا الاول لا الثاني، ما كاين لا عزو لا والو، كاين القرطاس بيناتنا. علاش؟ علاش غتعز؟ علاش غنعزيك؟ غنافقك. غنافقك، إلا جيت عندك نعزيك غنافقك. أنت مدير لي رزقي باغي تحشني ونجي نعزيك، علاش غنجي نعزيك؟ حتى اللي نتعازى وأنا وخا نجي ونطلب منك السماح تسمح لي يا عامر. أنت شوف ها ما كاينش شي حاجة سميتها سمح. راه كنقول لك شي كنقول لك للمحكمه واخا نجينا في كروسه ما نهبطش راسي ليك سالينا. راه كون بغيت ناخذ حقي كون خديتو شحال هادي، ولكن حنا خلينا الحق ديالنا في الناس مسؤولين ديال القانون صافي. اه مش شحال من عام دابا انت كتجلى على هاد الملف هذا اخويا العزيز؟ المذكرات الجيب باش جبتها 7 سنين باش جبتها. ما عيشيش؟ لا ما عيشتش، يلاه بديت يلاه بديت. فين غنعيا؟ ملي كتشوف راسك دايره بك عصابه ديال النصابه ما يمكنش كتحضر راسك وتقول رجع للور، بالعكس كتواجه. دابا تلاقى مع واحد في الزنقه في الدار ما غتحضر راسك كتهرب غتبقى تواجهه، راه بحال هكاك. حاولت انك تجلس طاوله الحياه طاوله الحوار انت والسيد من العائله باش تلقاو هذه داراني هذه مزيانه مقاد وما عندوش الورقه علاش غنصالحو معاه وما عندوش الوراق. كندوي معاك ما عندوش الوراق، كتفهم شنو ما عندوش الوراق. نصب عليك السيد هذا كيفاش؟ فاش نصب عليا انا؟ باغي يحيد لي حقي بصحة. علاش؟ وضح لينا ووضح للمشاهدين. هو كيبني الديور وكيبيع، بان ليه الموقع زوين وداير الثمن. هاد الارض هادي فين كاين اخويا؟ المال البلاصه ديالها فين؟ فضلة فضلة. يعني هاد السيد هذا قلت لي على قبل الطمع. نسى العائلة ونسى كلشي. ما كاداك ما هذاك ما كيعرفش شي حاجة سميتها العائلة، كيعرف باغي فين يبني فين يبني باش يبيع الشقات. هاد السيد اللي كان كيشوفك دابا اش بغيت تقول لي اخويا عامر؟ والله ما نتفك انا وياك، والله واخا نضرب عليك 20 عام ديال الحبس، والله لا هبط لك الراس. الراس غنهبطو الله اللي خالقني. وكان الله يخلينا سيدنا وحرية التعبير، وكنطلب من السيدة الوكيلة الإنسانة الشريفة الإنسانة النزيهة هي والسيد وكيل العام. هاد الناس هما اللي بغيتو تدخلوا لي في الدوسي ديالي، هاد الناس عندي فيهم الثقة. هاد الناس ما كيعرفوش التليفون هادو، هادو كيعرفوا السيلو. عندك غتاخذ ما عندكش هبط. حسيت براسك تحقرت يا عامر. ماشي تحقرت. الحقرة حنا عايشين من نهار تزدنا وحنا عايشين في الحقرة. ماشي تحقرت على قبل الحق ديالي. أنا عايش مقموع في بلادي. علاش عاطيني ديك البطاقة الوطنية؟ علاش؟ مغربي بحال كيحسبوا فينا بها. الشريف أنا باغي حقي وباغي تطبيق القانون. أنت ما بغيتش والو من السيد غير الحق ديالك وصافي. صافي. يدو ما تلقاش مع يدي، القانون اللي غيلاقينا يتصنتوا لينا في لابيجي
ولا الفرقه الوطنيه. انا ملي تجددت المذكره الجيب هنا جبد عليا السيد قال لي ها هي عامر ها هي كلها مزوره خاصها تمشي للفرقه الوطنيه. مشات دخلت للسيناف هبطوا غطاوه ملف. تصور واحد النقطة بغيت نقولها لك، طلب مقابلة السيد وكيل العام، طلب الأول، طلب الثاني، طلب الثالث، الرابع، الخامسة، والتذكير ما خلونيش ندوز عند وكيل العام. علاش؟ حيت وكيل العام فاش دخلت عنده عطى التعليمات باش جديت المذكرة، والبعض فاش ديت ليه المذكرة ما خلونيش نوريها ليه. علاش؟ حيت وريتها ليه غيمشي كلشي للحبس. كاين شي واحد تما اللي حبسني باش ما ندوزش عند وكيل العام. عامر الناس اللي كيحاربوك اخويا خلوك شوفوك دابا اش بغيت تقول لهم؟ تلاقيتوا معايا واخا كنبان لكم حيط قصير. الرجال ما كتحقرش اخويا. شوف شوف لا كاين بعد الرجال ما كتحقرش اخويا. كاين شوف اللي كيحقر راجل ماشي راجل. وانا ما غنتحقرش لي. راه ما عنديش قايد ديال التليفون، ما كنعرف لا تليفون لا والو، كنعرف نخرج من هذا النفاس. الله يجعل البركه في الصحافه اللي كيوصلوا الميساج ديالنا للمسؤولين. وكنعاود نحيي شوف تي في، وكنعاود نحيي السيده الوكيله المراه النزيهه. راه المحكمه تنقات بها هي باش تنقات المحكمه، راه ما كانش المحكمه معك بحال الكوري. وكانوا في السماصري اكثر من الموظفين. كما قلنا كيبقى قضاء قضاء نزيه. شوف تحيه لجميع القضاة جميع القاضيات، ولكن السيده الوكيله باش تقاد المحكمه راه ماشي سهله. يعني الحمد لله السيده الوكيله فواحد الظرف وجيز، يعني كما قلنا بسبب الحنكه ديالها اللهم بارك، يعني راه تشهدوا لها. رسالتك للناس المسؤولين اخويا عامر شنو هو المتطلبات ديالك؟ يا ريت يا ريت سي عبد النباوي رئيس السلطه القضائيه يتدخل في هذوك الاحكام. كيفاش خادوا هاد الناس الاحكام؟ وكنتحمل المسؤوليه، وإلا ما لقيتيش هضره كنقول لك حكم عليا باش بغيتي، وكندوي معاك بالوراق ما كندويش معاك عشوائي، باش هاد الناس ما عندهمش الوثائق وكياخذوا الاحكام، وداك اللي عطاهم فيها جل الاحكام هزوه داو لها حب سيدي قاسم، والله لا تفكيت انا وياك. كما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه ديال القصيده العامر اللي باه مات ولكن هو باقي حي وخا انه مدفون في القبر. الحمد لله هذه علامه الاستفهام. خلي الرجال وراه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تفاهم شافي وبارك القدر على امل نلقاكم في مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.